السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. كي دازتو مع هذا الملل؟ نتمنى ان شاء الله هذا الشيء يفوت دغيا ويسالي دغيا باذن الله، ونتلقاو سيدنا رمضان باحلى واحسن الاجواء ان شاء الله. صراحة الله اليوم انا فقت، وجدت فطوري، فطرت دابا، درت الغديوه ديالي، عجنت الخبيز ديالي، انا غنبدا نطيب فيه دابا. وانا نقول شنو غندير ما غندير. صراحه الله قلت مع راسي نوض نخمل، نبدا التخمل الكبير، غادي نبدا بالكوزينه هي الاولى. غنهز واحد العرام، واحد العرام ديال الماعن اخوتي، راه ما نقولش لكم شحال، جوج طاجيرات بلان بالماعن. وغنبدا نغسل ونغسل ونحط داكشي ينشف ليا. ملي نسالي غنضرب واحد الحكه مزيان مزيان ديال ولاد الناس غنضربها للكوزينه. فلهذا انا نوريكم شحال ديال الماعن كاين. مازال هانتوما اخوتي شوفوا شحال ديال الماعن غادي نغسل، ومازال خرجت الكولوار ديال الدار، خرجت عرام، انا غنوريكم. هانتوما شوفوا 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 شحال قفرت اليوم، ظهري غادي يتقسم عليا بالماعن. دابا البنات الصراحه دزت المعقول ديال بصح، دزت الالومنيوم وهادشي ديال البرارد والكاسرونات وما جاوراهم. وبدي راني بديت عاد تفكرت بلي راه ما وريتكم الصراحه الطريقه اللي كديرها واعره، ماش كترجع الماعن بحال جداد والله العظيم. خديت الصابون البلدي، خديت الصابون البلدي، وخديت خماره حمراء، وخديت نص حامضه اللي درتها هي اللي عصرتها في هادشي هذا، خلطت بها الصابون البلدي وديك الخماره، وبديت كنطلي في الماعن. بقى معايا كنطليو انا هكا شويه، نطليو مزيان مزيان. تي كتحلفي عليهم الا راهم جداد كيخرجوا كيشعلوا. هانتوما شوفوا دابا الكاسرونه عندي معاها كنسلق مثلا فيها البيض، كنطيب فيها ولا شي حاجه. هانتوما شوفوا مزيان، شوفوا النتيجه كي غادي تخرج ليا. واش راه انا ما كنبارطاجيش معكم شي حاجه زوينه، حاجه اللي كنديرها وكنعرفها الصراحه غادي تنفع الناس، وهذا كنبارطاجيها معاهم، لان راه كاينين تبارك الله الناس اللي كيكونوا عارفين وحتى حنا كنعرفوا منهم، وكاينين بنات اللي مبتدئات فحالنا، يلاه مزوجين، يلاه تما داخلين على حياه زوجيه، وهذا كيبغيو حتى شحال من حاجه يعرفوها، ما كيكونوش مثلا كيديروا هادشي في ديورهم ولا هذا، كيبغيو يعرفوا شحال من حاجه. فلهذا كنتعاونوا بيناتنا وكنبارطاجيو مع بعضياتنا، الله يسهل على كل شيء. هانتوما نطلي كل شيء. ايوا العواسر البنات، نديروا العواسر حتى حنايا، نديروا حقنا ونحيدوا شويه ديال الملل، ونقصوه احنا جالسين في ديورنا، يعني ما تخرجوش من دياركم، الله يرضي عليكم ويسهل عليكم. وبقاو جالسين وقضيو حاجه اللي تنفعكم، اللي غتوجد شي سفوف توجدوه، اللي غدير شي شباكيه ديرها، كيما
غدير والو، تهز القران وتقراه وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتصلي وتدعي له انه يحيد علينا هذا البلاء. ايوا الدنيا غاده. ايوا صافي كنكمل البنات حتى نبغي نحكم، وغادي غادي نخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه سهله سهله جدا. هي كدوزي جيكس ما كتمحلي ما كتعذبي وصافي، وغادي نكملوا ان شاء الله. دابا انا قربت نسالي الكوزينه، باقي لي غير البيت والصاله صافي. وانا ساليت التخمال ماكسيموم كاع واحد يومين غنكون ساليت التخمال ان شاء الله. خليكم حبيباتي دابا حتى نسالي ونرجع لكم. هانتوما البنات راني بديت كنحك، هانتوما تشوفوا معايا النتيجه دغيا دغيا كندوز عليهم. نخت الغلاق متنساوش ديروا شي زويه فحال هكا باش ما كيبقاوش يهربوا ليكم الميعنات ديالكم. ناخذ هذا البريريد ميني بريريد، شي جا ما كتعذبوا معاهم دغيا. والله هاد الوصفه هذه ديال المحن دغيا دغيا، ما كاين لا خلا بزار لا سكينجبير لا والو، غير خماره حمراء ديال الحلوه صابون البلدي نص حويضه كافياكم. هانتوما تشوفوا معايا النتيجه بعينيكم كي تيخرجوا. هادشي راه ما كنحكش ديك الحكان ديال النيه، نيت اللي كتعرفوا ديال شحال هادي ديال الوالدين. صراحة والله البنات لما نلقى شي حاجة أنا بعدا كيعجبني نلقى، وكيعجبني بنادم مرة مرة يدور بالدار ويدور بهدا، ماشي حتى من المناسبة للمناسبة. ولكن حيت دابا جالسين جالسين قلنا نستغلو الوقت. تعديت على صباعي كاع حرتهم.
الصراحة البنات قلت محدي انا كنشقى وهذا ومع هذا الروتين ديال التخمال وهذا، قلت علاش ما نستافدش واحد الحاجة. انا اصلا دابا مرونة غنسالي، غير خصني ضروري واحد الدوش. انا قلت غندير واحد الماسك لشعري وبغيت نبارطاجيه معكم واعر البنات. صراحة الله راه ما عمركم ما تندموا عليه، راه بمرتبة ديال الكيراتين، فحال راك داير الكيراتين وكيجي طوب واعر والله العظيم. انا خديت هنا لافوكا، هانتوما كما تشوفوا كتكون طايبه بزاف لافوكا اللي كتكون طايبه. انا ملي كنمشي نتقدى عند مول الديسير كنخدم عنده هاد لافوكا اللي كتبقى عنده خاسره، مثلا كيبيع عليا بنص ديال الثمن كناخذها من عنده، كنديرها لشعري وماسكات وهذا راكم عارفين. وكناخذ هاد الزيت هذا ديال جوز الهند، الصراحه اللي هو فيه فوائد كثيره، واعر واعر بزاف. هذا تقدروا انكم تدهنوا به غير بوحديتو بلا ما تحتاجوا مثلا انكم ديروا معاه شي حاجه، غير بوحديتو ملي كدوشوا كتساليوا كدهنوا شعركم. وغناخذ شويه ديال بعض القطرات ديال زيت الزيتون، هانتوما خليكم معايا حيت هذا يلا غنحلو. راه كيكون جامد هاد البنات هكا. هاد زيت الجوز الهند راه فيه جوج ماركات، من بعد نقول لكم باش كتقدروا تعرفوا الماركات ديالو. غناخذ منه واحد كميه، تخافوش منو البنات نهائيا. غادي ناخذ واحد شويه ديال زيت الزيتون قطرات، غادي نخلص هذا الشيء هذا، نخلط هذه الاكله. هذا البنات والله حتى البنات ما عمركم ما تندموا على هذه الوصفه ديال الشعر. عرفتي انا من شحال هذه وانا كنديرها وعندها نتيجه، في الصراحه عندها نتيجه فعاله والله العظيم. غنزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون باش نديروها طايب. الصراحه الدراري ما غيفهموا والو في هاد التخليطه. هانتوما كنحصلوا عليها هكا فحال تنحصلوا على هذا الشكل هكا. ودابا نمشي نابليكيها مزيان على شعري وغندير له السلوفان. سمحوا لي ما نقدرش نوريكم بطبيعه الحال الطريقه كيفاش هذا في الشعر. كتشدوا البنات مزيان، كتسرحوا شعركم في الاول، تسرحوا مزيان شعركم في الاول، كتشدوا هاد زيت الكوك وزيت وهذا وزيت الزيتون وسميتها لافوكا، وكتابليكيوها مزيان مزيان على شعركم باش من بعد كتحصلوا على النتيجه. بحال كديروا الشكل ديال الترطيبه ولا شي حاجه، كتبقاو تجبدوا مزيان كتمصيوها في شعركم مزيان. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا كيفاش جاتكم البنات، ردوا عليا عندكم تنساوني. يلا باي باي عليكم.